بسم الله الرحمن الرحيم وعلى بركة الله دائما وأبدا نستعين مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء. نرحب بحضراتكم مرة أخرى ونجدد لكم التحية واللقاء مع انطلاقة الشوط الحادي عشر الخاصة بفئة الإبكار الثنايا المحليات الأصايل من مسافة 8 كيلومترات حاملة لهذا التحدي ومرحبة بهذه الشعارات الكبيرة والشعارات المميزة. شعارات أصحاب السمو الشيوخ حفظهم الله ورعاهم من كل سوء ومكروه. نتابع هنا لحظات انطلاقات شعارات الرئاسة ولحظات انطلاق الشعارات المميزة كما تشاهدون على شاشة قناة ياس الرياضية. هنا علم دولة الإمارات العربية المتحدة يرفرف عاليا على ظهور الهجن الأصائل هنا في ميدان الوثبة في عاصمة ميادين. السباق أسير مباشرة إلى المركز الأول وإلى الانطلاق الأول والاندفاع الأول والسيطرة هنا رئاسية منذ البداية منذ الانطلاق منذ إعلان اندفاع هذا الشوط. هنالك غزوة من هجن الرئاسة ظافر المضمرين علي بن جميل الوهيب من يقدم لنا غزوة على الصدارة وعلى المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية من أجل الرئاسة بقيادة المجازف محمد بن عتيق بن زيتون المهيري من وصل على مستوى المركز الثاني وثالث. التحديات هنالك سرابة لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقيادة المضمر سعيد بن عبيد السبوسي المتواصل هنا مع انطلاق سرابة على المركز الثالث. المركز الرابع الظبي لسمو الشيخ زايد بن حمدان بن زايد آل الهيام بقيادة المحترف جمعة بن عتيق الرميثي على المركز الرابع. والمركز الخامس تتواجد الشاهنية من هجن الرئاسة بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري وصل على المركز الخامس وسادس. التحديات النواعس مرحبا بالنواعس ومضمر النواعس القادمة بشعار هجن الرئاسة صالح بن سعيد بن عرج المري من يقدم لنا هذا الاسم التراثي الجميل المميز اسم النواعس القادمة على مستوى المركز السابع والثامن. التحديات هملوله القادمه ومضمر هجن الرئاسه علي بن جميل الوهيب ظافر المضمرين يتواصل على مستوى المركز الثامن والتاسع. التحديات هنالك ثمينه ايضا من هجن الرئاسه وايضا هنالك القادمه سمحه بقياده الظافر علي بن جميل الوهيب من يقدم لهذه الاسماء المميزه التي بدات بالانطلاق بدات بالظهور المميز على مستوى المركز السابع والثامن والتاسع بينما المركز العاشر. ختام هذه الجولة هنالك الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان الزعيم الأيناوي محفوظ بن خميس الجنيبي يصل على المركز العاشر. هذه النتيجة مشاهدينا ومتابعينا الأعزاء للعشرة المراكز الأولى. نعود بحضراتكم إلى المقدمة وإلى الانطلاق الأول والاندفاع الأول. هنالك الشاهنية الشاهنية تنطلق وهملولة هملولة من الجانب الأيمن كما تشاهدون هنا على شاشة قناة ياس الرياضية. التوقيت الزمني الأفضل في مساء هذا اليوم هو توقيت الشوط الرئيسي الأول. فازت الشاهنية من أجل الرئاسة بقيادة راشد بن محمد السم المنصوري كان التوقيت الزمني 12:58 8 أجزاء من الثانية هو التوقيت الأفضل في مساء هذا اليوم حتى مسيرة شوطنا الحادي عشر. هنا تهانينا والناموس لجنة الرئاسة. نعود إلى متريات وتحديات هذا الشوط مشاهدينا متابعينا الأعزاء. الشاهنية راشد بن محمد السم المنصوري من تألق في هذا المساء ومتألق دائما بوذياب يأتي هنا بالانطلاقات المميزة وهنا شعارات هجن الرئاسة. هذه المؤسسة العملاقة تأتي هنا لتسيطر على المركز الأول والثاني والثالث والرابع وتقدم لنا الأسماء المميزة. المركز الثاني تتواجد هنالك الشاهنية من أجل الرئاسة بقيادة المجازف يا مرحبا حي الركايب العالية
هنالك هملولة من أجل الرياسة، يتواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي على مستوى المركز الثاني وثالث. التحديات هنالك الشاهنية القادمة مشاهدينا متابعينا الكرام، والمنطلقة بهذا التحدي وبهذا الانطلاق يقدم لنا الشاهنية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري ياتي على المركز الثالث. المركز الرابع هملوله من هجد الرياسه بقياده الظافر علي بن جميل الوهيبي وصل على المركز الرابع. المركز الخامس هنالك سرابه لسمو الشيخ حمدان بن راشد المكتوم بقياده المضمر سعيد بن عبيد السبوسي، من بدا يتقدم الان وبدا بالانطلاق على المركز الخامس. الخمسه الاسماء الاولى بدات بالانفراد، بدات بالانطلاق وبدأت بالبحث عن الناموس والبحث عن الفوز والانتصار. بينما المركز السادس هنالك النويعس من أجل الرياسة صالح بن سعيد بالأرج المري، من يقدم لنا النويعس على المركز السادس. وسابع التحديات الظبي لسمو الشيخ زايد الحمدان بن زايد الهيان بقيادة المحترف جمعة بن عتيق الرميثي، بدأ يتقدم الآن والمركز السابع. سابع التحديات الاسم القادم وصلت سمحة من أجل الرياسة علي بن جميل الوهيبي، بينما المركز الثامن هنالك القادمة ثمينة من أجل الرياسة أيضا بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي. المركز التاسع تقدمت العين، أول نداء لانطلاق العين من مؤسسة هجن الرياسة، يتواجد خبير المضمرين عوض بن مبارك المهير يتقدم الآن على المركز التاسع. والمركز العاشر تتواجد هنالك الوثبة لسمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل الهيان الزعيم العيناوي محفوظ بن خميس الجنيبي. ولكن نعود إلى المقدمة إلى الصدارة، وصلنا جسر العبور جسر التحديات. يا سلام، أول العابرات أول المنطلقات الشاهنية من مؤسسة هجن الرياسة يتواجد المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، من يقدم لنا الشاهنية على المركز الأول. المركز الثاني غزوة من هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي، من يقدم لنا غزوة على مستوى المركز الثاني وثالث. التحديات تتواجد هملولة من مؤسسة هجن الرياسة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيبي، ثلاثة أسماء ثلاثية ولا أروع على مقدمة الشوط، تحمل لنا شعارات هجن الرياسة باختلاف المضمرين الكبار المميزين. هنالك الظافر والمستحيل. يا سلام، بدأ هنا بدأ الانطلاق. الثلاثة المراكز الأولى جميعها تحمل شعارات هجن الرياسة، ولكن هملولة تقدمت. هملولة ترتدي هذا الشعار المميز، شعار هجن الرياسة علي بن جميل الوهيبي ظافر المضمرين، يستلم القيادة، يستلم الريادة، يستلم زمام الأمور على المركز الأول. المركز الثاني الشاهنية، الشاهنية أيضا بقيادة المضمر راشد بن محمد السم المنصوري. والمركز الثالث تتواجد غزوة من أجل الرياسة بقيادة علي بن جميل الوهيبي، وصل على المركز الثالث. المركز الرابع هنالك الشاهنية من هجن الرياسة محمد بن عتيق بن زيتون المهيري، وصل المجازف يتواجد على مستوى المركز الرابع. المركز الخامس هنالك الظبي لسمو الشيخ زايد الحمدان بن زايد آل الهيان، والمضمر جمعة بن عتيق الرميثي يتواجد على مستوى المركز الخامس. أكتفي بهذا القدر وأعود إلى مقدمة الشوط، أعود إلى التحديات الأولى وإلى الانطلاق الأول. مشاهدينا متابعينا الكرام، هملونا الشاهنية وهملولة الظافر، وهنالك أيضا المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري. لمن الناموس؟ لمن الفوز والانتصار؟ هملولة بقيادة علي بن جميل الوهيبي مضمر هجن الرياسة. المركز الثاني الشاهنية بقيادة المستحيل راشد بن محمد السم المنصوري، كيلو ونصف الكيلو ما يفصلنا عن خط النهاية، عن الناموس، عن الفوز والانتصار. بدأ المستحيل يتقدم،
راشد بن محمد دسم المنصوري، والمركز الثاني هملولة بقيادة الظافر علي بن جميل الوهيب، وأيضا الوصول والاندفاع هنا من الشاهنية محمد بن عتيق بن زيتون المهيري المجازف، بدأ يتحرك الآن على المركز الثالث. المركز الرابع ثمينة من أجل الرئاسة علي بن جميل الوهيبي، ولكن أبقى مع الصدارة، أبقى مع المركز الأول الشاهنية العصافي الأبطال بدون أي أوامر أو شبه أوامر تذكر، تستفتح الكيلومتر الأخير والخطير. يا بالسم يا راشد يا بن محمد يا المنصوري، وصل أبو ذياب المقدمة على الانطلاق الأول. المركز الثاني هنالك هملولة من هجن الرئاسة، يتواجد الظافر علي بن جميل الوهيبي، ولكن انطلقت الشاهنية، انطلاقة الفوز والانتصار، انطلاقة البحث عن الناموس. يا سلام راشد بن محمد بسم المنصوري، بوذياب بوذياب يكرر الانجازات، انجاز يتبعه الاخر في ظل وتحت دعم هذه المؤسسة الكبيرة، مؤسسة هجن الرئاسة. يتألق بوذياب، ولكن العين وصلت الآن من هجن الرئاسة. عوض بن مبارك المهيري يشكل الخطر، تقدم الآن، تقدم الخبير عوض بن مبارك المهيري. الشاهنية وهنالك العين والشاهنية، لمن الناموس، لمن الفوز والانتصار. العين غيرت العين، انطلقت العين. يا سلام عوض بن مبارك المهيري الخبير، تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرئاسة وللخبير عوض بن مبارك المهيري على فوز العين بالمركز الأول والثاني والناموس. المركز الثاني وصلت الشاهنية من أجل الرئاسة راشد محمد السم المنصوري، وثالثا الشاهنية بقيادة المجاز محمد بن عتيق بن زيتون المهيري. المركز الرابع وصلت هملولة من أجل الرئاسة علي بن جميل الوهيبي، وخامسا الوثبة لسمو الشيخ الدياب بن محمد بن زايد آل الهيام محفوظ الخميس الجليبي. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرئاسة على هذا الفوز والانتصار. هنا لحظات الإعادة، لحظات التوقيت الزمني. عشر دقيقة 9 ثواني وجزءا واحدا من الثاني. تهانينا والناموس لمؤسسة هجن الرئاسة على فوز العين والمضمر عوض بن مبارك المهيري. المركز الثاني وصلت على ثاني التحديات. مشاهدينا ومتابعينا الكرام، التوقيت الزمني 13 دقيقة 12 ثانية 6 الترجام الثاني. الشاهنية راشد بن محمد السم المنصوري، تهانينا والناموس المركز الثاني. التوقيت الزمني 13 دقيقة 13 ثانية و9 أجزاء من الثاني. تهانينا والناموس للمجازف على هذا الفوز والانتصار. بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا في كل مكان أينما كنتم، شوط آخر ينطلق في هذه الأمسية الجميلة، أمسية الثنايا لأصحاب